قلت ليه واشنو فيها الا صححتي ليا وقلتي باللي راك سربان، وهو يقول مرضيتيش. ودابا انتي تكنيسيان وانا سربان. قلت ليه ما فيها باس، انا ما كنهتمش بهذا الشيء. وهو يقول ما كنهتمش بهذا الشيء، مليارديره راكي غير باك بليس دو. قلت ليه كتعايرني، انت مطفرو انت مطفرو. وقول لي قاري شويه. قال شويه، المهم كنعرف نكتب سميتي. دابا انتي مقلقه مني، ودابا انتي مقلقه مني حيت عرفتيني سرباي. قلت ليه لا، انا تقلقت غير حيت كذبتي عليا، اما اشنو فيها خدمه شريفه. قال انا ماشي سرباي. قلت ليه راه ماشي عيب غير ما تكذبش. وهو يقول راه والله ما كذبت عليك، انا ماشي سرباي، انا داكشي اللي قلت ليك في الاول. قلت ليه انا جاني داك الكوستيم غير ديال السربايه. وهو يقول عرفتي شحال كيدير؟ قلت لي شحال كيدير؟ هداك ما نفوتش فيه 100 درهم، وإلا باعوا ليك بكتر قول بك يا الكامبو. وهو يقول كاسكو سافو دير كامبو؟ قلت سافو دير ايديو، مكلخ مطنق. وهو يقول الأخت كبرى في شي إصلاحية. قلت ليه تغديتي ولا مازال؟ وهو يقول لا مازال. قلت ليه وطلب ليك شي بحنيني. وهو يقول كوا؟ قلت ليه بانيني ما كتعرفوش؟ نو كنعرفو. شحال كيدير؟ قلت ليه 5 دراهم، لا غلى على مسكين. وهو يقول ويلي هذا راه المرض بعينيه. قلت ليه ما فيه والو الله يهديك، عمري كله وانا كناكل فيه، اش وقع ليا؟ وهو يقول لا غير بالصحة ما فياش الجوع. قلت اللي بغيتي، ملي نسالي نمشي ناكل الرويزة. وهو يقول الروز؟ قلت ليه لا الرويزة بطاطا مسلوقة والحار. وهو يقول ايش هاد الاكلات كتاكلي؟ قلت ليه بصحتي. وهو يقول ما دايراش واحد الحاجة سميتها دايت؟ قلت ليه بنت ليك محتاجة لشي دايت، عندي شي شحمة ما نقص. وهو يقول الصراحة لا، وداك الشي ليش معجب؟ قلت كناكل وما كيبانش فيا. وهو يقول سعداتك انا عندي واحد بنت عمي مضاربة غير مع الريجيم، ما كتاكلش بزاف وكتعاني من الوزن الزائد. قلت ليه عندي ليك الحل، خد حنيش صغيور وشربوا ليها في الكاس، غادة تشربوا ويكبر في الدات ديالها، وغادة تولي اللي تاكلوا ياكلوا معاها، تولي كيف عصا الشطابة. قال لي في علم النفس أو في علم الإجرام بالتحديد كاين 3 أنواع د المجرمين، مجرم بالفطرة ومجرم بالصدفة ومجرم بالاكتساب، وانتي جامعهم بالثلاثة الله يستر. كملت غدايا ورجعنا للشركة. مروان ملي كنكون معاه الوقت دغيا كيدوز، هاد الشخص فريد من نوعه، ضحوكي وحمق وكيمشي معاه بالي. الصراحة يتطبق عليه مقطع من ديسك الدوزي، اللي تمنيته ولقيته فيك قاع الزين والعقلية، واللي تنهدر غير عليك، غرامك هو اللي بيا. أويلي أنا أش كنقول؟ أش من غرام؟ الله يهديني. حتى سمعت الناس صابحين كيغني والدوزي. طلعت خالتي خديجة عندي للسطح، وأنا دايرة فيها نانسي عجرم في السطح. خالتي كي دايرة لاباس عليك؟ وهي تقول أنا لاباس الحمد لله، انتي اللي أش كاين؟ قلت ليها والو خالتي غير كتعجبني هاد الأغنية. وهي تقول كتعجبك الأغنية ولا مولاها ولا شي حد كتغنيها عليه؟ قلت ليها الصراحة بثلاثة. وهي تقول الأغنية والدوزي عرفناهم، إيوا والتالت؟ قلت ليها هذا واحد الدري خدامة معايا. قالت مزيانة بنتي الله يكمل.
قلت ليها ما عرفتش خالتي، وهي تقول علاش بنتي؟ قلت ليها زعما واش حتى هو يكون معجب بيا ولا غير صديقة؟ قالت إلا فيه الخير ربي غيكتبولي. قلت ليها داكشي اللي كاين، وهي تسولني هو فاش خدام. قلت ليها وهاد الشي اللي مهبلني، كل مرة خارج ليا بخدمة في شكل. وهي تقول أويلي يا بنتي اش هاد الشي؟ قلت آخر مرة قال ليا باللي جاسوس عند الباترون كيوصل ليه الأخبار، وما بقيتش عارفة. قالت عندك يا بنيتي غير يكون جاسوس لشركة أخرى وكيوصل ليها الأخبار وكيستغلك، عندك تخرجي شي حاجة. قلت لا أصلا أنا ما عارفة والو. حرت يا خالتي، وهي تقول يا هاد الهبيلة ما عندك منهاش تحيري، خليها على الله. قلت ليها خالتي هاد خالتي عزيزة عليا، هادي هي اللي عاونتها حتى حلات الباب داك النهار، ومن تما وحنا بيناتنا علاقة زوينة. هبطت من السطح وطارق يالله فايق حتى غنبدا الجفاف، وهو عاد غيبدا يتسارى ليا في الدار. قلت لي شوف انت غتشد ركنة وحدة حتى نجفف، ما تبقاش خيطي بيطي عليا كتوسخ ليا الدنيا. وهو يقول انقيا بزاف، حبسيني حسن غنتمشى كيف ما بغيت. قلت لي واجلس يا هاد المصيبة، كتبقى ناعس ناعس غير كتسمعني غدا نجفف وكتضربك فايقة. سبحان الله هاد خويا في قمة التبرزيط، فاش ندير الشغل كينوض وكيفطر ويتغدى حتى كنغسل الماعن، وكيدوش ولا كيبدل حوايجو حتى كنكون سالية الصابون. قال لي كان بغي نعاونك. قلت ليه ياك كنتي خارج مع صحابك؟ وهو يقول واش غنقول لك يا اخته، كنا خارجين فعلا، ساعة عرفت باللي غيمشيو للحديقة ديال الحيوانات، ايش غادي نشوف؟ المعاز طلعوا ليا في راسي بقوة ما كنشوفهم كل نهار. وانا نقول ليه ما باغيش تشوف المعاز ولا ما عندكش 50 درهم ديال الدخلة؟ وهو يقول عقتي بيا اودي، كنا محيحين بالحديقة من اللي كانت ب12 درهم وطلعوها بمرة، وفقت نهار 2 بكري اليوم نعرف هاد المصيبة ديال مراد فاش خدام. مشيت بكري للشركة وبقيت واقفة بعيد شوية كنتسناه يدخل، كتبان ليا واحد السيارة جاية وهبط منها واحد الشاب أنيق. مروان هذا. مشيت طايرة وصلت لعنده وقلت له أحصلت يا الباندي. تلفت وشافني وبقى مصدوم، وهو يقول سارة اش كديري في هاد الوقت؟ قلت لي كنراقبك نعرفك شكون. وهو يقول وعرفتي؟ قلت اخيرا. قال لي اشنو غديري دابا ملي عرفتي الحقيقة؟ قلت لي والو اجي بعدا اش من حقيقة؟ وهو يقول ما عارفاش، عرفتيني شكون؟ قلت مروان الشيفور ديال مسيو الوزاني. قال شيفور؟ اه احتا شيفور زوينة، مال شيفور؟ وانا نقول لي دوختيني باش نعرف خدمتك، ساعة مع من انت ما مشيت حتى جبت الاخبار؟ انا راه كنت بغيت نكون بوليسية، ساعة غير الوالدة ولداتني قصيرة. وهو يقول الحمد لله اللي ولداتك قصيرة، اما راكي تشدي البريء وتقولي ليهم هذا هو اللي قتل. قلت لي بالحق اليوم جيتي بوغوس، وهذا بعدا كوستيم جا معاك ماشي بحال هذاك ديال السرباية. وهو يقول ياك بعدا ربي يخليك. قلت لي وراك مزيز دار بالحطة، اليوم تدوخ لي بنادم. وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ايش هاد الالفاظ؟ انتي منين؟ قلت لي من الاحياء الشعبية. وحنا كنهضروا وقفات علينا واحد الطوموبيل،
شكون هاد خيتي؟ اه عقلت، هادي اللي النهار الاول في الخدمه تلاقيتها، وكنت كنقاد حالتي في المرايه ديال السياره ديالها. مالها كتخنزر فينا؟ قلت هاد خيتي مالها شافت فينا وطلعات وهبطات. وهو يقول هادي راها الخطيبه الاولى ديال مسيو وزاني، ما ديهاش فيها. قلت الخطيبه الاولى قبل الزوجه الاولى ولا الثانيه؟ قال اش من زوجه؟ قلت لي ما فراسكش، مسيو وزاني راه مزوج زوج عيالات. ابقى كيشوف فيا ساكت شحال، عاد كمل قال لي ما كنعرفش هادشي، ما كنهضرش معاه في الحياه الشخصيه. دخلت للشركه مع مروان الشيفور ديال مسيو وزاني، دخلت ناشطة الخدمة، كتبان لي حسناء صاعرة. قلت ليها مالكي؟ قالت ما ماليش، معصبة غير بوحدي. قلت ليها ياك ماشي كود؟ قالت لا. وانا نقول وصافي تلقي الغباشة خلاص، فاش كتضحكي كتجي زوينة، قالك غير دابا وانتي كاعية. قالت انا طلعت لي الخدمة في راسي، بغيت نتزوج. قلت وتزوجي يا اختي، شكون مانعك؟ قالت لي يوسف. قلت ليها ويلي مال يوسف هو اللي مانعك على الزواج؟ قالت لا صدق خاطب. قلت ليها ومن بعد؟ قالت لي وراه كنت كنبغيه زعما. وانا نقول ليها هادشي جديد عليا الساطة، من امتى؟ وهي تقول من أول نهار شفته. قلت الناس كانوا عايشين قصة حب مخبين. وهي تقول وانتي يا العوجة كاين شي واحد؟ قلت ليها والله ما نخبي عليك يا حبيبة ما عرفتش. قالت عاودي عاودي. وانا نقول دابا أنا معجبة بواحد وما عرفتش واش كيبادلني نفس الشعور. وهي تقول لا حبيبة ما كيبادلكش نفس الشعور. قلت علاش كتعرفيه؟ وهي تقول نوزي كنعرفك انتي، عرفتي الا كنتي كتهضري معاه بحال هكا عمرو غيديها فيك. حسناء عندها الحق، مروان فاش كنهضر معاه كيبقى غير يضحك ولا يستهزأ بيا، كنعتقد باللي انا مجرد حاجه كتنسيه ستريس ديال الخدمه ومعيور مسيو الوزان. والصدمه كانت قويه، كاع هادشي اللي عشت فيه مجرد وقت كان مراد كيدوزو. بغيت غير نعرف علاش انا مقلقه، واش هو عمره وعدني بشي حاجه؟ لمياء ما فهمات والو، اول مره كتشوفني هكا. قالت حبيبه مالكي؟ قلت ما ماليش. قالت غير قولي لي مالكي اش كاين؟ قلت ليها دابا انا كيعجبني واحد وحسناء قالت لي باللي ما يمكنش يكون حتى هو كنعني ليه شي حاجه. وهي تقول وحسناء باش عرفاتها؟ قلت وراكي شايفاني انا ما فياش الذواق والبروتوكول. وهي تقول شوفي يا الحمقى ما ديهاش في حسناء، فهمتي؟ هي راه ماشي داك الدري اللي كيعجبك باش تعرف هو باش كيحس. شوفي يا حبيبه الا فيه خير ربي غيكتبو، والا ما فيه خير ربي غيجيب ما احسن، حيت والله حتى تستاهلي. عرفتي اشنو؟ انا واحد ولد الحومه كنت كنحماق عليه وهو ما كانش كيديها فيا، فاش جا خطبني راجلي الحالي دابا وافقت غير باش نرضي والديا، وحيت ما كان فيه ما يتعب طلي عليا، دابا عايشه في سعاده الحمد لله. وهذاك الولد فيه غير المشاكل، ديما كيجيب صداع. قلت ليها حبيبه عارفه هادشي، ولكن غير الانسان كيضعف مره مره، فرق كبير بين الهضره ديال لمياء والزين الصافي ديال حسناء. اذكر الكلب وجبد هراوته داخله كيف الرعده، حاطه داك الكتالوج ديالها وقالت
هنا حسناء جات وجابت الجديد. عرفتوا يا البنات، هاد الكوليكسيون كتخلي الطايح كتر من نايض. عرفتي انتي راجلك قفرها الا درتي ليه هاد المكياج، اما انتي خلاص هذاك اللي كيعجبك يشوفك اول حاجه غيسول عليها عنوان داركم. هنا هاد المكياج هو اللي كدير فريده البطله ديال سامحيني اخيرا في المغرب وباتمينه مناسبه. هزيت داك الكتالوج كنقلب فيه وقلت هاد المكياج كيزعر الشعر وكيرد العينين زورق كيبيض البشره. قلت لا، وهي تقول وهزي يا بنتي راه اللي زين زين واخا يغسل من اتنين لاتنين. قالت ما كتشجعوش الصناعه الوطنيه. اجي امتى اخر مره دوشتي؟ قلت شكون بقى عاقل، المهم البنات نديرو شي خرجه للحمام. وهي تقول لا ما عنديش. قلت معفونه، عندك غير فلوس المكياج. صايبتو الكود؟ قالت عييت من الضرب معاه ووالو. قلت ايوا اش غنقولو ليوسف؟ قالت غيبقى يغوت علينا عاوتاني، شكون اللي غادا تهضر معاه؟ قلت انا مشيت ديك المره وبقينا انتي اللي غادا تمشي. لا انتي، حتى قررنا نديرو القرعه. كتبنا سمياتنا في وريقات. القلب كيضرب وهزات حسناء ورقه. لحظه الرعب بقات كتحلها. انا غدا نسخف بالخلعه. قلباتها اوف الحمد لله ماشي انا. وهي تقول ساره اللي غدا تمشي. قلت شنو هادي سميتي ساره؟ انا اللي غنمشي، انا غاده في حالي نمشي لدارنا عند يوسف. كل شيء ايغور. مدات لي حسناء البيسي وقالت اختي بالديمقراطيه انتي اللي جاتك القرعه. الناس تجيهم قرعه الامريكا، قرعه يشدوا فيها الفلوس يربحوا دار، وانا القرعه نمشي نتواجه مع يوسف ويبقى يغوت ويعيب الخدمه. امري لله. مشيت سولت نهال. قالت لا حبيبه يوسف ما جاش اليوم مريض. اوف واخا ما بغيتش ليه المرض احسن نيت نرجع في حالي. يلا غدا نزيد. وهي تقول بلاتي قال لي الا جابو كود وما لقاونيش يوريوه للمسيو وزاني. احبيبه طلعي ليه الخدمه. مسيو ايش يوسف؟ ما لقيتي وقتاش تمرض غير اليوم. اويلي ونهاد ماشي من العاكسين. ديك الساعه دورات السكرتيره ديال مسيو الوزاني اللي قالت ليها قول ليها طلع. فين غنطلع انا؟ راه غنهبط تحت الارض. اويلي مشيت وانا كنفكر من دابا في الشركات اللي غدا ندفع ليهم مورا ما غيجري عليا. وصلت عند السكرتيره وانا نقول السلام كاين مسيو وزاني؟ قالت لا حبيبه ما كاينش. قلت صافي حتى يجي. وهي تقول ما غيجيش اليوم ولكن كاين مروان خلي عنده الخدمه راه كاين دابا في البيرو ديال مسيو وزان. مروان احسن نيت هو نخلي عنده الخدمه ويتوسط ليا وما يغوتش عليا. دخلت البيرو وحليت فمي فيه. بان ليا مروان واقف حدا البيرو وانا ما عنديش مع الديكور، واش هذا حيطه ديال الزاج؟ المهم المدينه كامله كتبقى تبان. قلت الحمد لله ملي لقيتك. اوف كنت عايشه الرعب. ضحك وقال مالكي؟ قلت خفت نلقى يوسف ساعه صدقنا في مسيو وزان. وهو يقول صوبتي الخدمه؟ قلت له خاطئه. قال لي اري نشوف. قلت لي سير سير ترونها ليا اش جابك لشي معلوميات. وهو يقول واغير اري ما خاسره والو. خدا الخدمه وكيقرا في الكودات شويه بدا كيكسف في الكلافيي. اويلي اش كدير؟ اطلق ليا البيسي غتخرج عليا. ما داهاش فيا كمل وعيط عليا. شوفي دابا كندير تيست
اويلي لابليكاسيون خدامة ما فيها حتى مشكل. هذا واش سرباي شيفور مسؤول على العلاقات جاسوس مهندس، هذا شكون عباد الله؟ قلت لي شكون انت؟ وهو يقول كيفاش شكون انا؟ انا مروان نسيتي؟ قلت انت هو شيف دو بروجي. ضحك وقال لا كوني هانية، انا ماشي الشيف. قلت اوف الحمد لله اخلعتيني. وهو يقول مناش خفتي؟ قلت خفتك تكون الشيف وانا ما خليت ما قلت فيك. وهو يقول زعما كون كنت انا الشيف اش غدا تديري؟ قلت لي كتسول والله حتى نحط استقالتي. وهو يقول علاش؟ قلت لي لا ما خاصكش تكون الشيف. شيف وانت موظف بسيط ما وصلتش لي، ابقى غير الشيف. قال انا الدراع اليمين ديال مسيو وزاني. قلت لي الدراع اليمين انت هو الكل في الكل. وهو يقول ضروري السلطات المحلية معاك. قلت لي السلطات هي الى دخل الباترون والقاني مجبدة ليه في البيرو. قال لي لا ما كاينش، اجي نوريك شي حاجة. قلت لي احمقيتي، يدخل الباترون يلقاني كانت سارة لي هنا. وهو يقول وغير نهضي. حل الباب ودخلنا لقاعة الاجتماعات مقابلة مع البحر، احسن بلاصة في الشركة كاملة. قلت لي زوينة بزاف كلها زوينة. مروان قاري المعلوميات؟ وهو يقول وي. مالكي مقلقة؟ قلت ليه داك النهار ضحكتي عليا وقلتي ليا ما كتعرف تكتب حتى سميتك. وهو يقول لا، قلت ليه كنعرف نكتب سميتي بلاتي، هاكي واحد الكتاب زوين غينفعك. سبع صنايع والرزق ضايع، هكا قررت نختازل خدامي مروان باش نبقى مرتاحة. كل مرة خارج ليا بشي دومين في شكل، كل واحد مختلف على التاني. دخل يوسف وشاف فينا، أول مرة كيبتسم. قال تبارك الله عليكم، عجبتني الخدمة، تقول صوبها مهندس، مستواكم زوين. كنقدم لكم الأنسة شاهيناز، وحدة من المسؤولين الكبار في الشركة. شاهيناز هادي ماشي اللي قال لي يا مروان خطيبة مسيو وزاني الأولى؟ والله حتى هي مسؤولة هنا، سلمات على البنات وتعرفات عليهم، وصلت حدايا وسلمات عليا وكتحبس الضحكة. هادي مالها؟ وانا نقول سمحي لي يا أنسة شاهيناز، ياك ما كاين شي مشكل؟ وهي تقول لا غير جاتني في شكل، وحدة بحالك تكون خدامة هنا، أول مرة شفتك كان كيحساب ليا من صحاب الميناج. هادي مالها معايا؟ اش درت ليها حتى تقول ليا قدام الناس هكا؟ عدياني ارتاحوا اليوم، اتشفى ومزيان. احضرت راسي وبقيت ساكتة، ومع 12 خرجت بوحدي ما حاملة نهدر مع حتى شي واحد. دست من حدا مروان ومديتهاش فيه، اتبعني وكيقول سارة مالكي؟ قلت ليه ما ماليش. وهو يقول شوفي حالتك كي دايره، مناش مقلقه. قلت من هاديك شاهيناز جايه وكتضحك عليا، بغيت غير نعرف اش درت ليها. مروان سكت وطلع ليه الدم. وهو يقول زادت فيه غنهضر معاها. قاطعته وقلت له حماقيتي لا مروان، انت فعلا بغاد غواد مسيو وزاني، ولكن حنا راه غير دراوش ما نقدوش عليهم. قال لي صافي المهم انت ديما كتعرضي عليا، اليوم انا اللي عارض عليك الغدا. قلت ليه مشات، ومشينا وانا معولة على شي باليني حتى كندخل لواحد الريستو. يلاه بغى يدخل وقفته، قلت له فين غادي؟ قال لي غنتغداو هنا.
قلت ليه لا ويلي، حنا قادين على هاد الشي. وهو يقول راه انا اللي عارض عليك. قلت ليه لا ما بغيتش نكتر عليك، خلاصك كامل غادي تحطوه في غدا. قال لي دخلي، هادي اصلا ريستو تابعه للشركه خاصه بالموظفين. قلت ليه وقول هكا دخل نقصيو. وهو يقول حمقه. وهو كياكل وانا غير كندور راسي كيف لحنش هنا وهنا. قال لي ما غتاكليش؟ قلت ليه لا غير هادشي زوين. الوزاني باين ماشي غير لاباس عليه. قال الوزاني هكا بلاسي. قلت ليه مالو؟ جالس معايا شحال راس ماله. شفتو حابس الضحكة. سارة قلبي الموضوع ما تبقايش ساكتة. قلت ما عمري شفتو، ويلي كون كنت انا مولات شي تلقاني واقفة في الباب وتصاوري في كل مكان وكان بان في اخبار الظاهرة. عندي شركة بحال هادي وما يعرفني حد. قال كيبان غير يمكن ما كتكونش الصدفة تشوفي. قلت ليه ممكن ماشي بحالك ديما موجود. قال ها هو غادي. قلت ليه فين غادي؟ ديبلاسمون سيمانة في أكادير. قلت ليه ما غتكونش في الحفلة السنوية ديال الشركة؟ قال لي ضروري غنجي نهار الحفلة. قلت ليه غتبقى بلاستك. وهو يقول صافي غير غدا تبقى بلاستي. والله حتى عقبية حتى انا لساني خاصو يتقطع. تحنيت كناكل وهو حاضيني حيد عينيك عافاك. قلت دي بلاسمون وفين في اكادير؟ انت غادي تصيف ماشي تخدم. يلا خاصنا نمشيو البوز سالات. يلا زيدي. رجعت للشركة وانا في عالم اخر، وخا اعترافي كان بطريقة غير مباشرة باللي أنا معجبة به، حسيت به بحال لا تقبله وما عارضش، بالعكس بحال لا عجبو الحال. الشركة خاوية لا عمرها تخوى، غير أنا حسيت بالفراغ. العجب رغم وجود آلاف الموظفين غياب شخص واحد حسسني بفراغ كبير. واليوم ترسمنا في الشركة واعطاونا بحال الرابال. المهم مبلغ محترم من الفلوس. لمياء فرتكات الخلصة كاملة عند حسناء وأنا خبيتها باش نعطيها للوالدة. حسناء ما قدها فرحة، قالت غنشريها كلها حوايج وماكياج باش نبان في الحفلة. عرفتو مسيو وزاني غيجي يخطبني. قلت ليها اش بغيتي بيه؟ مزوج جوج عيالات. قالت داكشي اللي سمعت حتى انا. لمياء حطات البيسي من ايديها وهي تقول والله راكم جايبين الاخبار بالمقلوب. قلت اش من اخبار؟ قالت اخبار مسيو وزاني. حسناء منتابها معها وانا ما مسوقاش. قالت لمياء اشنو كتعرفي عليه؟ قالت لمياء سمعي دابا فعلا مسيو وزاني مزوج جوج عيالات، ولكن راه هو ماشي مول الشركة. قلت ليها سيري سيري احساب ليا نيت واش عارفة شي حاجة. وهي تقول وغير سمعي مسيو وزاني اولا عنده سلسلة فنادق ومطاعم وولدو مبلي بالمعلوميات، ملي كمل قرايتو ما بغاش يخدم مع باباه ودار هاد الشركة. فهمتي راه مسيو وزاني الابن هو مول الشركة ماشي الاب. قالت حسناء وانتي منين عرفتي هاد الشي؟ قالت راجلي خدام شاف كويزينيي في واحد من المطاعم ديالو. قلت ليها دابا راجلك طباخ ومراتو خدامة لهنفو مالكم مقلوبين؟ وهي تقول وهانتي تشوفي. قلت كي داير الباترون؟ وهي تقول كيقولوا باقي صغير وبوكوس وما مزوجش. وهي تقول حسناء ناري صافي زهري ضحك ليا انا وليت كنبغيه.
وانا نقول احياني عليك، كتبغيه هو ولا فلوسه وشريكته؟ البنت غير سمعات الباترون صغير وزوين داخو عويناتها، يكون وسيم حتى يعيا، ماشي بحال مروان. ولكن فشكال هاد القضية دابا جينيور مسيو وزاني هو الباترون، مروان عمرو جبد ليا هاد القضية، وانا مالي في الحفلة نشوفوه ونتعرفو عليه. وعطيت لماما الراتب وشحال فرحات مسكينة، الحمد لله ملي قديت نرد ليها ولو جزء من داكشي اللي دارتو ليا، واخا مستحيل ترد حق الوالدين، الله يسمح لينا منهم. وصل اليوم الموعود، يوم الحفل، فرحانين بالترسيم ديالنا، وانا فرحتي زايده، معلوم وانا اللي غدا نشوف محبوب خاطري مورا اسبوع ديال الغياب. جايه حدايا حسناء وقالت الزين نعجب مسيو وزاني، قلت لا، قالت علاش؟ قلت ليها عرفتي الا كنتي كتهضري معاها بحال هكا عمرو يديها فيك. اخيرا قدرت نردها ليها، وجمعي صرفك دابا، مره اخرى دوري بيا. فعلا حتى انا جاني الفضول نعرف شكون هو مسيو وزاني، خصوصا ان كل شي كيهضر عليه. مروان تعطل وشاهينا زاهنا ما كتحيدش عينيها عليا. اطلع يوسف المنصة وقال ايها الحضور الكريم، مرحبا بكم في الحفل السنوي التاسع لمجموعة شركات ويب اللي كتشهد نجاح وتقدم سنة بعد اخرى بفضل مجهود مجموعة ديال الناس، ابرزهم السي امين اللي غادي يحضر تكريم خلال الحفل ونطلب منه يقدم كلمة. سي امين كيهضر وانا كنتمنى شي نهار نكون في بلاصتو ويكرموني. ساعه كيبان ليا غيكرموني بالعصا على خدمتي الزينه. فينك يا مروان؟ ياك ما غاديش يجي. يوسف قطعها بالافكاري ملي تقدم تاني للمنصه وقال اكيد شركتنا الان اصبحت من بين ابرز الشركات في المملكه، وهذا الشيء كامل بفضل طموح وعزيمة واحد الشخص اللي أصبح يضرب به المثل في التحدي وفي العمل. أكيد عرفتوني على من كنهضر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ويب السيد مروان الوزاني. لا يا ربي هذا الشيء اللي في بالي ما يكونش صحيح، يا ربي نكون ما سمعتش مزيان. تلفت نشوف وفعلا هو مروان، هو البي دي جي كونطابل، مسؤول على العلاقات، ديريكتيف بريفي، شيفو، شيف دو بروجي، مهندس. لا والوعرة سرباي بغا دغوا كاع الخدامي تصورتهم لمروان باش يكون بي دي جي ديال الشركة. لا عمري تصورتها. مروان كيسلم على كل مجموعة، ووصل للمجموعة اللي فيها أنا، شفت فيه وحضرت راسي، اضحك ووصل المنصة وقال شكرا على الترحيب وشكرا يوسف على الكلمات ديالك. شركة ويب ما عمرها غتسوى شي حاجة بلا موظفينها، كنشكركم على التفاني وعلى الإخلاص في العمل. الصراحة أنا كنبغي كل سنة ندير حفلة باش نعبر لكم على مدى افتخاري بكم، انتوما هما راس المال ديال هاد الشركة على امتداد 8 سنين، وأنا فرحان بكم. وخا مرة كنغوت وكنسمع شي إشاعات عليا ما علينا، ولكن هاد العام بالنسبة ليا كان استثنائي، عشت فيه أحداث زوينة. كنبغي نتقدم بالشكر لواحد الشخص اكيد غيكون عارفني كنهضر عليه، على روح المرح اللي دخلها فيا. انا ما كنبغيش الهضره بزاف. امسيه سعيده، انا اش باقا كندير هنا؟ انا هنا هادي ماشي بلاصتي، وهذا اللي قدامي دابا.
شكون هو؟ واش مروان الشخص المرح المجنون اللي بغيته، ولا مسيو وزاني الرئيس اللي متكبر وصارم؟ انا في انفصام الشخصية، وقيلة راه نفس الشخص. انا غدا ندخل لمرحلة الجنون، غنخرج بحالي. يلا الخمسة، باقي الحال. خرجت من الشركة ما وعياش، لا باللي معايا لا باللي حدايا، ما كنشوفش قدامي وما كنسمعش، غير كنتمشى ما عارفاش فين كنحط رجلي. غدا نقطع الطريق شويه، ما تجمعني واحد الطوموبيل، حتى كنحس بايد جراتني للرصيف. تلفت نشوف شكون هو، ولكن شكون هو بقى شادني وانا ساهيه فيه. نفس الوجه، ولكن ماشي نفس النظرة، وماشي نفس الشخصية، ماشي نفس الإحساس. بغيت نغوت ونقول ليه شكون انت، ولكن خانني الصوت. فلت راسي من بين ايدي وقال، واش ما كتشوفيش قدامك؟ راه كنتي غديري حديثة، باش غنجاوبه؟ كيفاش غنهضر معاه؟ واش بالأسلوب الأول ولا اشنو؟ ميات تساؤل في الراس. غتبقاي ساكتة؟ جاوبيني، راكي خلعتيني عليك. قلت مروان، تلجم ليا لساني. لا، هذا ماشي مروان. جمعت ما تبقى ليا من قوى. مسيو وزاني، شكرا. قال عاودي، مسيو وزاني، من امتى كتعيطي عليا هكا؟ اسمح لي على، وهو يقول. قلت ليه اسمح لي على، يسمح لي علاش؟ على انا خليت فيها شي مسامحة؟ ما خليت، ما قلت فيه. واش عندي الوجه يبقى يشوف فيه؟ شلاهبي باندي مكلخ كانبو مطنق احمر. مسيو وزاني كان اعتذر على سوء التفاهم اللي وقع. انا باغا نمشي في حالي، وهو يقول ما عندك فين تمشي حتى نتفاهمه. قلت علاش غنتفاهمه سيدي، انا اول مره كنشوفك. قال لي ساره نسيتي، انا راه مروان. قلت ليه مروان مشى لاكادير وما عاودش رجع. خليته وزدت في حالي، يا حظي يا سارة، عمره ما حبى ومن اللي حبى طاح في البير. هي هادي دابا، عمري بغيت ولا تعجبت بشي واحد، ونهار حتى انا قلبي يضرب تعلقت فين تفلقت. كان مجرد موظف وخايفة ما يقبلش بيا ويرفضني، اما رئيس مجلس الإدارة لا، انا خاسره قبل ما نبدا. علاش ما قال لياش الحقيقه؟ علاش خلاني عايشه في كذبه؟ علاش ما جانيش من الاخر وقال لي شوفي راني بعيد عليك، شوفي ليك شي طريق اخرى؟ هلا، والواعره هي ديال الحفله. كان بغي نتقدم بالشكر لواحد الشخص اكيد غيكون عارفني كنهضر عليه، على روح المرح يدخلها فيا. لهاد الدرجة ما كان عني ليك والو، مجرد شخص كتسلى بيه باش تنسى مشاكلك، تفرج ليك في شي سكيتش وفواج على قلبك. علاش تلعبتي بيا؟ حرام عليك. واش كتعاقبني حيت ما تعاملتش معاك ببروتوكول بحال الاخرين؟ اجري عليا، غوت عليا، ماشي ربع شهور عيشتيني في فرحة وربع دقائق ريبتي كل شي. قالت لي يا ماما ما غتمشيش الخدمة اليوم. قلت لا، البارح كانت حفلة وعندنا ثلاث ايام غوبو. قالت لي يا مالكي؟ قلت ليها ما ماليش الوالدة، دارني راسي وما عنديش الحق نمرض. قالت صافي، دابا نشري لك اسبرو من الحانوت وتهدني، الدواء كيتباع في الحانوت،
قامت عليك رخيصة يا الوليدة. قلت ليها ما كتعجبنيش حارة، وهي تقول صافي شربي الماء والسكر كيريح. قلت الماء والسكر غتزوري السيد، وهي تقول نوضي من حدايا كيف ما درت معاك وحلة. قلت ها هي نايضة، نمشي عند خالتي خديجة نشكي عليها همي. دقيت وحلات الباب، وبحال ليلى حسات بيا، وهي تقول مالكي يا سارة. قلت لها مخنوقة خالتي، وهي تقول دخلي يا حبيبة. دخلت لدارها وهي تسولني ياك لاباس. قلت خالتي أنا تصدمت أكبر صدمة في حياتي، وهي تقول مالك يا بنتي. قلت لها خالتي الدري اللي بغيت ورسمت أحلامي معاه صدق شخص ما خاصنيش حتى نفكر فيه. قالت علاش ماله مزوج ولا؟ قلت لها لا خالتي ما مزوج ما والو، بكل بساطة شخص بعيد. قالت حتى حاجة ما بعيدة. قلت لها لا، وهو موظف بسيط كيجيني صعيب، عاد رئيس مجلس إدارة الشركة اللي خدامة فيها. قالت على ما عاودتي ليا حتى هو كيبغيك، كون ما كانش كيبغيك النهار الاول يقول ليك باللي هو شكون وصافي. قلت ليها لا خالتي هو ما كيبغينيش، انا غير وحده كتجي تفوج عليه، كنسيه المشاكل بهبالي وسذاجتي، كنهضر بعفويه، ما خلاتنيش نتصور ان هذا اللي قدامي مجرد شخص كيدوز بيا الوقت. قالت قطعتي لي قلبي، نوضي نبدلو الجو شوية. قلت ليها لا يا خالتي غير خليك، باغا نبقى بوحدي، فين غنمشي؟ كل مكان في هاد المدينة كيذكرني بمروان، بغيت نمشي لبلاصة الخوي. تفكرت نهار كنا بجوج ومشيت للسناك، نهار قلت ليه سرباي كل بلاصة عندي فيها ذكرى، ومشيت للبحر يالله بغيت نجلس. تفكرت نهار كنا واقفين انا ومروان في المكتب ديالو، بالحق حتى انا ما كنفكرش في شحال من انداكس كان قدامي، شفتوه في الفيلا وشفتوه في قاعة الاجتماعات، وشفتوه نازل من ديك الطوموبيل الفاخرة، وشفتوه في البيرو. لمياء قالت لينا باللي الشركة ديال الابن، وطلعني في داك لاسانسور ومشينا لداك الريستو كيدير اللي بغى في الشركة. هادشي كامل وما رديتش البال، فعلا انا غبية عزيز عليا الغموض، انا كنكره شي حاجة سميتها الغموض. حتى سمعت جالسة بوحدك، اويلي باش عرفني انا هنا. تلفت لي يالله بغيت نوض وجلسني وقال سمعي ليا. قلت مسيو وزاني ما عندي ما نسمع، وهو يقول ما تبقايش تقولي ليا هكا سارة، انا مروان وغنبقى ديما مروان، دخليها لراسك. قلت لي انت مسيو وزاني رئيسي في العمل، وهو يقول انت عارفة وجهة نظرك، خليني نشرح ليك، اعطيني فرصة نهضر. قال هذاك النهار كان عندي اجتماع مهم مع شي يابانيين، فقت معطل من النحاس، لبست حوايجي بالزربة، وفي الطريق خسرت لي الطوموبيل، بغيت نصاوبها ووسخات لي حوايجي والتاكسيات حتى شي واحد ما بغى يوقف لي، وكملت على رجلي ووصلت. واليابانيين الوقت هو الوقت، مشاو في حالهم، تعصبت. صافي ملي خرجتي من المقابلة وعودتي لي داك لونتروتيان العجيب اضحكت ونسيت مشكلتي، وخدمت داك النهار اون فورم، وقررت نكافئ الفتاة اللي غيرات مزاجي. داك النهار اختاروا شكون غيخدمه، ما كنتيش من بيناتهم، وهدرت مع يوسف وقرر يعطيك فرصة وخدمتي في الشركة. صافي انا نسيت الموضوع، حتى وقفتيني داك النهار عاد تفكرتك
من اللي هدرتي معايا بديك الطريقة أعجبني الحال، ما كاينش شي واحد ما كيهدرش معايا رسميا، وقررت ما نقولش ليك شكون أنا. على أساس غدا تكتشفي هاد الشي لراسك قريبا؟ من اللي تلاقينا حدا مكتب يوسف كنت جاي نخاصم عليه على شي حاجة، شفتك وهدرت معاك ولتاني مرة كتغيري مزاجي. من اللي دخلتي تأكدت باللي مازال ما عرفتيني وقررت نسامح يوسف، داكشي علاش ملي خرجتي ما لقيتينيش. اما اليوم اللي فعلا عجبني بزاف هو نهار الفيلا، ديك الساعه كان ولا بد نتصرف باش ما تعرفيش شكون انا. مواقف كثيره وقعت بيناتنا لدرجه اني بديت كنبغي راسي كمروان، وما بقيتش كنحمل الوزن كتهضري عليه، وانا كنتسائل مع راسي واش فعلا الناس كيشوفوني هكا. كل شي كيخاف مني، كل شي كيبعد وكيتفاداني الا انتي. هضرتي معايا بلا رسميات، كنضحك ملي كنكون معاك وكنسى حياه المال والاعمال اللي عايش فيها، وكندخل وسط العالم ديالك اللي فيه كل شي بسيط. كل مره كتخرجي ليا بخدمه، ولكن احسن خدمه خدمتيها ليا هي سرباي. كنت كنفكر نعترف ليك ونحبس اللعبه، ساعه وقع لي ما ضربت ليهش الحساب. بغيتك وبغيتك تبقاي معايا، وتاكدت من هذا الشيء. النهار اللي لقيتيني في الطوموبيل خفت، احساب ليا اكتشفتيني، ولكن طمأنيت من اللي اعتقدتي باللي انا مجرد شيفور. واللي خلاني نتعلق بك انك عفوية وبسيطة، خجولة وضحوكية وحمقة، واهم حاجة ماشي مادية. شاهينات كنت خاطبها وما تفهمناش، داكشي علاش ما كانتش كتحملك وكتستفزك. بغيتي تعرفي شكون انا؟ اختاري الشخصية اللي عجبتك من بين كاع اللي شفتيني فيهم. انا راه كنبقى واحد منهم. قلت لي كملتي؟ قال لي اشنو قررتي؟ قلت لي محتاجة الوقت نفكر فيه. ودازت 3 ايام ديال الكونجي، دابا خدامة ما بقيتش كونجي. حددت قراري اللي ما غاداش ندم عليه، وصلت للشركة ومشيت نيشان المكتب. باقا ما عرفتش مكتب شكون، وعلمت السكرتيرة ودخلت قلت السلام عليكم مسيو وزاني. ما جاوبنيش. قلت ما كتردش السلام؟ وهو يقول حتى تعيطي ليا بسميتي. قلت لي هذه هي سميتك، انا تعديت حدودي معاك وكنعتذر، وقررت الهيبة ديالك خاصها ترجع، وأنا كنتعامل معاك برسمية لأن هذا هو موقعي الطبيعي. هذه استقالتي وكنتمنى تقبلها. قال عارفاني ما غنقبلهاش. سارة فين المشكل؟ أنا كنبغيك وانتي كتبغيني. قلت لي اخطأت، ما أنا كنبغيك ما انت كتبغيني، أنا كنبغي مروان اللي ما بقاش كنشوفه، وانت بغيتي ديك سارة الحمقى العفوية الضحكة اللي حتى هي ما بقاتش، مشات تبعت مروان لأكادير. مسيو وزاني شكرا بزاف على الوقت اللي دوزته هنا في الشركة، تعلمت بزاف، شكرا وبسلامة. وخرجت وسديت الباب، كنسمع صوت البيسي تضرب مع الأرض. كون غير عطاه ليا بلاصة ما يهرسو، كل شي سالة، ما بقات لا خدمة لا مروان لا حتى حاجة. رجعت للدار وعلى الدخلة طارق واقف عليا، قال ليا صافي جراو عليك بان ليهم عيبك. وفي حركة مفاجئة عنقتو، الله شحال توحشتو وتوحشت حماقي. وهو يقول ويلي طلقي مني، اش كديري فورماطاوك؟ كيبان ليا يا المعزة وليتي قرضة كتنقزي على بنادم،
خليته ومشيت عند ماما، وهي تقول فيها خير بنيتي، المهم هي راحتك. قلت ربي خليك يا أحلى أم في العالم. أسبوع وأنا كان بحث على عمل، سيري دابا نعيطو عليك. فرعوا لي راسي وعيطات لي خالتي عندها الدار، قالت دخلي أبنتي. قلت لها شكرا خالتي، وجالسة في الصالون وتعطلات عليا تليفوني وبدا تليفوني كيصوني. النمرة ما كنعرفهاش. قلت ألو شكون معايا؟ قال سارة صافا معاك مروان. قلت لا خويا النمرة غلط. وهو يقول عافاكي ما تقطعيش. قلت ليه اش بغيتي؟ وهو يقول رجعت من أكادير وبغيت نشوفك. قلت ليه انا مازال ما رجعت. وهو يقول عافاكي 5 دقائق. قلت ليه 5 دقائق كي غندير ليها شبح انا؟ وهو يقول انا نقول لك فين نتلاقاو. قلت ليه فين؟ قال لي دوري. وانا نتلفت كان لقاه مورايا هو وخالتي. وهو يقول ماما عافاكي واخا تخلينا نهضروا شويه. قالت لي خد راحتك ولدي. اويلي على ماما. قلت لي انا مزاوقه شكون انت هالعار؟ قال انا مروان الوزاني 33 سنه بي دي جي اعزب وان شاء الله قريب نخطب. اسم الاب عمر واسم الام خديجه. قلت خالتي؟ وهو يقول وي الوالده ديالي من فاصله هي والواليد وعايشه بوحدها، وهي اللي قالت لي داك النهار فين انتي. قلت لي اش بغيتي عندي؟ قال لي احتى حاجه بغيتك انتي صافي. قلت لي مروان اهدرنا. وهو يقول لا صافي غير من اللي قلتي مروان راه تصالحنا. قلت لي مروان اوف عاود تاني. وهو يقول والله بعدا انا ما عرفتش شكون خاصو يتقلق انا ولا انتي. رديتيني كامبو احمر شلاهبي باندي مكلخ واشياء اخرى ما كنعرف حتى ننطقها، ووكلتيني في خوي حدا الزباله وبانيني ب5 دراهم وبطاطا ما عرفتش اش كتسميها ب2 دراهم سيمانه وانا مريض. اما خلاص فاش كتهضري على الوزاني كيتسمع غير السبان كيتشاير. قلت لي اسمح لي والله ما كنت عارفه. وهو يقول دابا سمحتي لي؟ قلت لي عندي شروط. قال لي امري. وانا نقول اولا ما تبقاش تكذب عليا، ثانيا هاديك شاهينات تجري عليها، ثالثا تحترم الموظفين اللي عندك، ورابعا وهو الاهم ما تبقاش تلبس داك الكوستيم كتجي فيه بحال شي سرباي. قال لي سيري سيري اش كتعرفي هذاك راه اغلى كوستيم عندي. قلت لي والله ما عندك الذوق. وهو يقول علاش انا كون كان عندي الذوق غنختارك من الاول. غمضي عيني. قلت لي هانا. قال لي حليهم. حليتهم ولقيتو جابت خاتم زوين. وهو يقول غنخطبك بطريقة رسمية تقبلي تزوجي بيا؟ قلت نفكر. وهو يقول شحال خاصك ديال الوقت؟ 5 4 3 2 1 موافقة. والعقبة لكم البنات، الميساج اللي بغيت نوصله من هاد القصة أن البعض كيشوف البنات كلهم ماديات وكيهمهم غير الفلوس. اسمحوا لي كاينين بنات الناس اللي كيهمها شريك الحياة وأخلاق السيد اللي غادة تزوج به، وآخر حاجة كتفكر فيها هي الفلوس. وكيف ما انتوما كتقولوا باللي الدراري ماشي كلهم بحال بحال، حتى انا كنقول لكم باللي البنات ماشي كلهم بحال بحال. وكنتمنى من الله تعجبكم هاد القصه،
وهذه هي حكايتنا لهذا النهار، كنتمنى تعجبكم.